حبيت المصارعه بطريقه يعني ما توصفش، يعني تديك يعني شخصيه قويه كده اللي انت ممكن تعمل اي حاجه. بدات مصارعه من 8 سنين وفضلت مكمل فيها، وبعد كده بعدت عنها لظروف معيشه اللي ما كنتش قادر ان انا اوازن مع التعليم والرياضه والشغل. فجيت فتره قمت متنازل عن الرياضه واشتغلت نجار واشتغلت جزار واشتغلت مبيض محاره، اشتغلت شغلانات كتير صراحه الفتره دي. بس بعد كده اللي هو ما قدرتش، لان انا كان عندي حلم ان انا نفسي ابقى بطل اولمبي واجيب ميداليه اولمبيه. فاتنزلت عن التعليم وقلت انا اشتغل واكمل في الرياضه، فقدرت ان انا الحمد لله ادخل بطولات من هنا من ابو السعود، اللي انا اتمرنت هنا فتره كبيره وقدرت ان انا انافس بقوه في البطولات مع اني كنت بعيد فتره كبيره. حصل لي كذا دروب في اول كام بطوله كده، رجليا اتكسرت، عملت عمليه في رجلي في المصارعه اول ما رجعت المصارعه. طبعا كنت اللي هو يعني خلاص، يعني انا رجليا مركب فيها شراح ومسامير وانا بلعب مصارعه حره، يعني شغل كله على الرجل. فكان في بعض الناس بيقولوا ان انت خلاص يعني بطل مصارعه، بس هنا كانوا بيقولوا لي انت كويس، انت هتبقى حاجه كويسه، كمل ما تيأس. بس الحمد لله قدرت ان انا فعلا استمر في التمرين وكافح، والحمد لله وفقت وكنت وصلت للمنتخب في سن يعني او في فتره قليله جدا يعني. طبعا انا تأهلت من بطوله افريقيا لطوكيو، بس ما كنتش واخد الاستعداد الكافي ان انا يعني اقدر ان انا انافس بقوه في اولمبياد طوكيو. طبعا حصل توقف في فتره 2020 دي فبسبب كورونا، فالموضوع كان على العالم كله التوقف. بس انا قدرت ان انا احافظ على اللياقه بتاعتي ببعض التمارين كده، بس طبعا ما كانش بالكفاءه بتاعت التمارين في المنتخب، بس كنت بقدر احافظ بقدر الامكان. وقدرت ان انا اعدي لعب بولندا في دور 16، وده متاهل من بطوله العالم خامس عالم، ودي حاجه كبيره في المصارعه الحره. بس ما حالفنيش الحظ مع بطل كازاخستان، ده المصنف تاني عالميا ومتاهل من بطوله العالم وجاب تالت عالم. وكنت كسبان الماتش والماتش كان ماشي كويس جدا، بس زي ما بقول لك قله الاحتكاك هي دي اللي بتعمل، هي دي بقى اللي بتولد كده. يعني انا لقيت نفسي في اخر دقيقه دي مش قادر، التركيز اقل. يعني انا بقى كنت متمرن في معسكرات خارجيه مع ناس بنفس الكفاءه بتاعت لاعب كازاخستان كده، او لعب بطولات قبليها بنفس، وبرده يعني احتكيت بناس بنبقى يعني بنفس الكفاءه دي على المستوى ده. كنت هاجي في اخر الدقيقه دي كنت ابقى الاقي نفسي مفيش اي ضغط عليا وتركيزي زي ما هو. واحنا عندنا في مصر المصارعه الحره يعني هي في العالم كله صعبه، صعبه جدا 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 يعني. كان اعلى انجاز في المصارعه الحره في اولمبياد لندن كان كابتن حسن مدني، كان جايب تامن اولمبياد، وده كان انجاز كانت اول مره تحصل. وانا الحمد لله قدرت ان انا احتل المركز السابع في اولمبياد طوكيو، وده برضو انجاز بالنسبه للمصارعه الحره اول مره يحصل في التاريخ. عمرو عنده المقومات الشخصيه اللي هو ايه؟ اللي هو لاعب جريء ما بيخافش، لعيب مهاري بدرجه امتياز. عنده جانب الفسيولوجي صحه ما شاء الله، بدنيا كويس جدا، زائد ان هو عنده جلد وعنده عزيمه، فكل المقومات اللي تاهله انه يكون مصارع هي موجوده فيه. عمرو من الناس الملتزمه اللي بتسمع كلام مدرب، وكمان هو يعني بيحاول يضيف، يعني ممكن مثلا المدرب عامل له برنامج، لا هو ممكن يزود يعني حاجه، يعني بيطلع بيبص بيشوف الناس بره بتعمل ايه وبيكمل. بس احنا هنساعده بقى، يعني انا كمدرب مثلا بضيف له الحاجات الفنيه، الجانب البدني، بجانب بقى الامكانيات. لو ما فيش امكانيات تسند عمرو مش هيكمل. اول بطوله ليا كانت في اواخر 2015، كانت بطوله ابراهيم مصطفى الدوليه وبطوله انديه عربيه، دي بطولتين دوليتين بس كانوا في مصر. الحمد لله ربنا كرمني جبت فيهم اول. هي كانت اهم انجازات حققتها كانت في 2019، كنت جايب اول افريقيا كبار 70 كيلو في تونس.
وبعديها لعبت نزلت ميزان 65 كيلو، لعبت بطوله في اسبانيا جائزه كبرى جبت فيها اول، وبعد كده شاركت في الدوره الالعاب الافريقيه جبت فيها تالت 65 كيلو برده. بعد كده شاركت في بطوله العالم نور سلطان اللي كانت مؤهله، كانت اول محطه يعني ترشحك لاولمبياد طوكيو، لغايه ما جه ميعاد بطوله افريقيا المؤهله 2021 مؤهله لاولمبياد طوكيو، والحمد لله قدرت ان انا اوفق فيها واجيب الميداليه الذهبيه. وكنت يعني الحمد لله كنت مخلص النهائي 10-0 وقبل النهائي 10-0. انا حاليا في فتره راحه، وان شاء الله عندنا بطوله عالم في شهر 10 في الدنمارك، وان شاء الله هنتجمع لها كمان اسبوع كده وهنبدا تدريبات. انا بنصح اي يعني اي حد بيمارس رياضه كاحتكاك او بطولات والكلام ده، صدقني اجتهد اتعب، لازم توصل للاولمبياد، لازم توصل للاولمبياد. الاولمبياد حياه تانية، دنيا تانية بجد بجد. اللي ملعبش اولمبياد ملعبش رياضه.